سوا على الهواء. سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعة صباح الخير. صباح الخير امريكا. امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني الموج كنا سوا. يمكنكم الان متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعينا يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعينا في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. لك يا مدينة السلام نغني نتطلع صباح الفل عبر أثير صوت العرب من أمريكا لكل من يرافقنا في هذه التغطية الخاصة وهذا البرنامج الخاص حول عيد الميلاد، قيمه الروحية، قيم المحبة والسلام والتسامح. حمل العام الحالي صعوبات كثيرة على شرقنا الأوسطي، وعانى أهلنا في سوريا، فلسطين، العراق ومصر، ليبيا والصومال وبعض البلدان الأخرى في خلاله الكثير الكثير من الأحداث الأمنية المتنقلة وعدم استقرار سياسي، تردد في الوضع الاقتصادي. إلا أن دائما إرادة الاستمرار وحب الحياة تنتصر. انتصرت حتى الآن على مشاريع القتل والإرهاب على اختلاف مصادره وأهدافه. نتمنى أن عيد ميلاد السيد المسيح يكون مناسبة تجمع القلوب، تعلي من قيم المحبة والتسامح بين البشر، أيضا تؤكد على الوحدة، التلاحم، وعلى ضرورة الاستعداد لما يحمله لنا العام الجديد ربما من صعوبات، لكن أيضا نتسلح بالرجاء الذي يحمله لنا عيد الميلاد وما سيحمله لنا أيضا العام الجديد من أعياد ومناسبات مباركة تكون فرصة لنا باستعادة سلامنا وقيمنا الروحية التي توحد الأمة على الخير، الحب والسلام. نرحب برسل السلام والمحبة على الأرض، ونبدأ بضيفنا من بوسطن الذي انضم إلينا الآن، فاذر أنطوان أتميان الذي انضم إلينا الآن من بوسطن. فاذر أنطوان أدميان النائب العام لرئاسة طائفة الأرمن الكاثوليك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أحببنا أن نتشارك وإياه هذه القيم الروحية ونرحب به بداية عبر أثير صوت العرب من أمريكا الذي عودنا على إطلالاته المتميزة دائما معنا. الآن يطل علينا من بوسطن مباشرة الأب أنطوان أدميان. صباح الخير فاذر. نور ليلى. صباح النور لحضرتك وصباح الحب والتسامح في هذا البرنامج الخاص وهذه التغطية الخاصة التي نتواصل معها من خلال قيم رائعة، وأنت خير من ترسل إلى العالم في هكذا مناسبات سيادة الأب هذه المعاني الجميلة. بداية فاذر أنطوان، كيف نرسم البسمة على شفاه الملايين الذين يحتفلون بالعام الجديد وميلاد السيد المسيح في ظروف يشهدها العالم، حرب
عنف دائر دمار، كيف لنا أن نجسد هذه القيم الروحية؟ إننا نستطيع فقط أن نرسم البسمة على شفاه الملايين بالمحبة بالتآخي والعيش السليم، نرسم البسمة على وجوه وشفاه المتألمين الذين يعيشون آلام وكآبات وحرمان العالم بالرحمة. ارحم ترحم. أيها المستمع العزيز، يا ابن الأمة العربية، يا صاحب التاريخ العريق، انظر إلى بلادك وهي تحترق، انظر إلى بلادك وهي تتدمر، تعال يدا بيد وبقلب واحد، تعال نرسم البسمة بتآخينا، بمحبتنا، بعيشنا السليم، تعال نرسم البسمة على شفاه الملايين الذين يعيشون في هذه الأيام، أيام عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يعيشون في ظلام الحياة، يعيشون كوابيس الرعب والذعر. تعال لكي نرفع أصواتنا ودعاءاتنا لله تعالى، لكي يرحمنا، لكي ينير عقول القادة في العالم ليعملوا من أجل السلام، من أجل السلام. والميلاد هو عيد الطفولة والبراءة، وهناك يقتل الطفل، تقتل البراءة. الميلاد هو عيد الحياة الجديدة بكل معانيها السامية، الحياة الأسمى والأفضل، هو عيد الأمل. الميلاد هو عيد العطاء، وها نحن نعيش في شرقنا الحبيب، بدل الأمل والتفاؤل التشاؤم بالحياة، نعيش الموت. علينا أن نتجه إلى خالق الكون وسيد الحياة، طالبين منه أن يحمي بلادنا وشرقنا الحبيب بيمينه، وأن يحفظهم من كل شرور العالم والمؤامرات التي تحاك ضدهم. الشرق هو النور، الشرق هو العطاء، من الشرق ولد النور، ولدت الحياة الجديدة. وها الشرق اليوم هو في مآزق رهيبة، يعيش بلا أمان، يعيش ولا يعلم متى تأتي لحظة الموت. نطلب من الله لجميع المتألمين في بلادنا الحبيبة في الشرق الأوسط أن يحميهم، أن يملأهم بالأمل بالغد الأفضل، رغم ما يحاك ضد الأمان والسلام في بلادهم. هذا ما نرجوه ونتمناه، لكي تعود البسمة على شفاه ووجوه أبنائنا، إخوتنا وأخواتنا، آبائنا وأمهاتنا، ليحتفلوا بعيد الأمل والحياة، فاذر أنطوان، بعيد العطاء والمحبة. فاذر أنطوان،
هذه الرسالة الجميلة التي وجهتها الآن عبر صوت العرب من أمريكا تجسيدا لقيم رائعة تتمثل في ميلاد السيد المسيح. نتمنى من خلال هذه المناسبة المجيدة أن نجمع القلوب، نعلي من قيم المحبة والتسامح. كيف ترى يعني فلسطين الحبيبة والتي شهدت ميلاد السيد المسيح والسيدة العذراء مريم، كيف يمكن أن نوجه لها رسالة ولشعبها المناضل ضد الاحتلال؟ فلسطين هي مهد الحضارات، فلسطين هي الأرض المقدسة، فلسطين هي التي أنجبت للعالم النور، الوفاء، الحياة، المحبة. لهذا الشعب العظيم ولفلسطين الجريحة، من هنا من قلب الولايات المتحدة الأمريكية نوجه كلمة إجلال وإكرام وعز، متمنين لفلسطين الحبيبة الحفاظ على كرامتها، على كرامة شعبها، على عظمة تاريخها النضالي من أجل حريتها واستقلاليتها وبناء مستقبلها. لفلسطين من كل العرب في الولايات المتحدة كل الحب، كل الدعاء، كل الأمان الطيبة بمناسبة عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح الذي بارك أرضها وأطلق نوره على العالم. ومريم العذراء أمنا، نطلب منها أن تكون هي الأم التي تحتضن أمهات وأبناء شعب فلسطين، ولتبقى فلسطين راية الأمة العربية بالكرامة، بتقرير المصير والاستقلالية، وليكن العام الجديد عام خير لفلسطين المناضلة، ليكن عام نصر وبناء الغد الشامخ المنير برعاية طفل بيت لحم وأمه وأمنا العذراء مريم. فاضر، بما تبقى من دقائق قليلة ومن خلال هذه الرسائل الخاصة التي تخص بها برنامجي صوت العرب من أمريكا والتي دائما تكون رسائل متميزة في مناسبات متميزة، أكثر من مليون طفل عراقي، أكثر من مليونين سوري مشردين بين أطفال ونساء، كيف نصف حالهم في مناسبة كهذه؟ العوائل نزحت من بسبب الطائفية، بسبب الإرهاب، بسبب القتل، بسبب التشريد، بسبب أناس يدعون يقومون بأفعالهم باسم الدين والدين منهم براء. ماذا توجه، كيف توجه لنا أن نسهم في هكذا مناسبات بدعم هذه العوائل التي تشردت، الأطفال، النساء؟ كيف يمكن لنا أن يكون لنا إسهام حقيقي في هذا الموضوع فاضل أنطوان؟ على كل فرد عربي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية أن يساهم بعطاءاته، أن يساهم مباشرة لكي يساعد هؤلاء العوائل والأطفال المهجرين والمشردين بسبب الحروب الدائرة في بلادنا. على كل واحد منا أن يعطي من ماله، من قلبه، من روحه وفكره، لكي نشارك إخوتنا وأخواتنا وأطفالنا، نشاركهم بآلامهم، نخفف كابوس هذا الوضع المأساوي عليهم. وعندما يتشرد طفل أو تتشرد عائلات في الغرب
تقوم القيامة ويختل توازن الدول. نعم. هنا من أبنائنا العرب الملايين من الأطفال والعائلات تائهين في صحراء العالم في جفاف العالم. وأين هيئة الأمم؟ أين الدول؟ أين الحكومات؟ أين العرب؟ أين العرب فادر أنطوان؟ أين العرب؟ ننادي وننادي. يتآمرون على بعضهم البعض، يتقاتلون وهم إخوة في البشرية، إخوة في الأمة العربية. أين وجدان العرب؟ أين تاريخ العرب العريق؟ يا ريت يرجع حكام العرب إلى الوراء، إلى قلب التاريخ، لكي يتمعنون بعظمة الأمة العربية وبما أنجبت من حضارات ورجالات وعباقرة للعالم. أين نحن الآن في هذا البطش والقتل والإرهاب والجرائم المستمرة؟ فليكن نور المسيح نور يضيء ظلام المشردين العرب من عوائل وأطفال، لكي يقودهم إلى طريق الأمان والسلام، ولكي يوعوا العرب، حكام العرب، والشعوب بريئة من حكامها، لكي يوعوا بأن في أيديهم أمانة لله، الشعب البريء، الشعب الطيب الذي يحتاج إلى كرامته وعزته، الذي يحتاج إلى كلمة نبرة وعطاء حب لكي يستعيدوا الحياة، لكي ينتصروا على الكآبة التي تمزقهم. المحبة أيها الإخوة، المحبة تبني، المحبة تسير بالإنسان إلى الأمام. اطلبوا المحبة، اطلبوا الرحمة، اطلبوا معونة الله القدير على كل شيء، لكي تخمد النار، لكي يتوقف الغرب عن تسليح الإرهابيين، لكي يرجع العربي الأصيل إلى حضن أمه، إلى وطنه، ويعيش بكرامته. كل عام أيتها الأمة العربية العريقة المناضلة، وأنت بألف خير. نطلب من الله أن يضمد جروحك، أن يشق الطرق أمامك، لكي تتآخين، لكي تعيشين المحبة والوفاق والإماء. وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف ألف ألف خير فادر أنطوان أدميان، النائب العام لرئاسة طائفة الأرمن الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية. ما أجملها من رسالة، وما أجملها من كلمات، وما أجمله من حضور معي في الاستوديو الآن لبعض العوائل التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أرحب بالأخت نهلة بدويد التي لها بصمات رائعة جدا أيضا في المجال الإغاثي وفي مجال مساعدة المساعدة الخيرة. شكرا لك فاضر بهذه الكلمات الرائعة، أنهي مداخلتك معنا. شكرا لك من بوسطن، كنت معنا عبر أثير صوت العرب من أمريكا وفي تغطية خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أشكرك سيدي فاصل، ونعود أيضا لنكون في استقبال سيدة نهلة وضيفيت وضيوفنا في الاستوديو. وأيضا معي على الهاتف الزميل العزيز والقدير جدا، بعد الفاصل نعرف من هو من انضم إلينا. تابعونا لا تذهبوا بعيدا. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت،
نسلي، باك، ريجل بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن، بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضاعة وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية، أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170. Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. هللويا، ولد المسيح. وبمولد السيد المسيح، هذه المناسبة العظيمة التي نحتفل بها اليوم ونشارك فرحتها مع بعض العوائل التي وصلت الآن إلى الاستوديو مع السيدة نهلة. سيدة نهلة، بقلك صباح الخير لك بداية، وصباح الفل لضيوفنا في الاستوديو أيضا، سنتعرف عليهم بعد دقائق. تفضلي نهلة، أولا مرحبا بك، شكرا لك صباح. منذ الصباح يعني إطلالة متميزة جدا معنا، ولضيوفنا اللي منرحب فيهم معك من الصبح حبوا يشاركونا البرنامج. تفضلي نهلة. صباح النور والورد والياسمين، وكل عام جاليتنا بخير، وانا يعني سعيدة تعرفت على اخت ليلى، كنت اريد من زمان اتعرف عليها، واشكركم كليتكم وجيت صدقوني بيتي على 24 وشينر، يعني صار لي وقت طويل دا اسوق وجبت وياي عائلتين. انا كان عندي تقريبا 10 عوائل يريدون يجون بس ما قدرت اروح اخذهم لان مسافات كلش بعيدة. وكل عام انتم بخير، وصدقوني احنا مقهورين، يعني كنا نتمنى هذا العيد يكون كله فرحة للجميع، يعني كلهم يكونوا فرحانين، بس صراحة اقول لكم كليتنا قلوبنا دا تبكي دم، لان وين يعني وين من ننطي وجهنا حروب والاطفال مشردين، وحتى هنا يعني انا صار لي 5 سنين دا اساعد الرفيوجي دا اشوف المأساة، وكنت اريد قبل شهر اروح العراق بس ما صارت، ان شاء الله راح اروح أساعد جماعتنا هناك. أهلا وسهلا فيك نهلة، وبضيوفنا في الاستوديو كمان برحب بالأستاذ صلاح قولاتو المذيع القدير وأستاذنا طبعا. أتشرف فيك أستاذ صلاح، صباح الفل لك. صباح الخير يا أمريكا، وصباح الخير يا حبيبتنا ليلى على هذا البرنامج الشيق، ومع هناك نهلة. نعم أخويا أنت أخ صلاح، أنت أعطيتني المجال أطلع أحكي بالراديو، أنت يعني لو ما انت ما كنت اقدر احكي بالراديو، انت شجعتني يا اخويا، هسه وصلتني الاخت ليلى. قادم كل المستمعين أخوية اللي يسمعون الاذاعه الان، واللي هذا البرنامج اللي احيته بصراحه. صباح الخير امريكا، الاخت العزيزه ليلى من المذيعات المتألقات، هي والعزيزه ايمان احطهم في صف واحد لانهم بدوا معنا منذ اكثر من 20 عاما. فتألقت ليلى فيما هي فيه، وتألقت إيمان فيما هو فيها، وأشكركم على هذا اللقاء الجميل. أما العوائل اللي معك قولي لهم الله يحب المذلول، يقول افرحوا وتهللوا في هذه الذل والمرارة التي أنتم فيها، لأنها راح يحولها لكم إلى أيام جميلة وأحلى القادمة، فلا تيأسوا، الله لا يحب الخائبين، يحب الذي يتبارك معه. يسوع ولد في مكان اسطبل، يعني أتعس مكان، يعني في مكان فقير، وحول الفقر إلى غنى، وإجانا إلى رب العالمين.
أشكرك يا ليلى على صراحة على المداخلة، وأشكر طبعا ضيوفنا في الاستوديو، وأشكر لك إطلالتك أستاذ صلاح. ببساطة شديدة أستاذ صلاح، كيف يمكن أن نرسم البسمة على شفاه الملايين الذين يحتفلون بالعام الجديد ميلاد السيد المسيح في هذه الظروف الصعبة جدا على الجميع؟ كيف ما تلفت كما أشارت العزيزة نهلة، هناك حرب، هناك دمار، كيف يمكن لنا أن تكون لنا مشاركة وجدانية نحن في الإعلام؟ كيف يمكن لنا أن نسلط الضوء على مآسي ليس فقط ما يحدث في بلداننا الشرق أوسطية، لكن هنا أيضا العوائل التي وصلت والتي أنا يعني أكون لها كل الاحترام والتقدير، وكرامتها محفوظة وكرامتها من كرامتنا نحن الجالية العربية والأمريكية، يجب أن نكون لها مساندين، نرحب بهم في مجتمعهم الجديد، إن كانوا سوريين، إن كانوا عراقيين، إن كانوا فلسطينيين، إن كانوا أيا كانوا، يعني مرحب بهم ونقوم إن شاء الله على مساعدتهم بما نملك. الإعلام سلاح، لماذا نستغل الإعلام؟ لماذا نستغله في أشياء تافهة؟ لماذا نستغله في حرب ضد البعض ضد الآخر؟ لماذا نشن هذه الحروب من خلال الإعلام؟ لماذا نستخدمه كسلاح جيد لتسليط الضوء على أمور جيدة أستاذ صلاح؟ للأسف الشديد الحروب هي موجودة قبل أن منذ خليقتنا، فالحروب موجودة والدمار موجود، ودائما هناك شعب فقير وشعب غني، ليس هناك طبقة وسطى بين الاثنين. لكنه احنا نتبارك بكل الكتب المقدسة التي نزلت علينا والتي علمتنا أن نكون بأخلاق وأن نتحق وأن نكون مستعدين لهكذا أيام. نعم، إن الحكومات ليست هي حكومات الله، الحكومات هي مرؤوسة من قبل شعبها أو دكتاتوريتها، لا يهمها الشعب أبدا. الشعب دائما مدلول في كل مكان ويكافح ويعمل بجد وأمان وصدق، لكنه ما وراء الكواليس هناك سياسيون يسيرون العملية السياسية، وكلما موجود اليوم على الساحة مخطط له من قبل، وما يأتي سيكون أفظع مما نشهد هذه الأيام. نحن نعيش في عالم خراب للأسف، لكنه إذا نؤمن أن هناك إله صالح وقوي وعادل فلا يهمنا كل هذه المذلات، صدقينا بقوتنا بعزيمتنا بوحدتنا يمكن أن نقهر هذه كل الأضلال والمشقات والدمار الذي يحدث في العالم هذا اليوم. هذا مرسوم منذ أيام وسنين وأعوام كثيرة ماضية بما يحدث هذا اليوم، وكلها يعني هناك من يدبر هذه السياسة ولا أريد أن أذكر أسماء. فالله يباركك أنت، شكرا. نستقبل عام جديد إن شاء الله خير، وندخل الفرحة على كل من ليس له فرحة في هذه الأيام، البيوت البائسة اليائسة تهللوا أنه أدنى إله عظيم. شكرا لك، مداخلة رائعة من إعلامي متميز أستاذ صلاح كولاتو، أشكرك لك جدا هذه المداخلة. وأيضا بعد الفاصل نرحب بضيوفنا في الاستوديو. شكرا لك، أشكرك أخويا طبعا، شكرا تحياتنا لك، وأشكر طبعا رعاية خاصة ومتميزة لبرنامج هذا الصباح، أشكر ديربون روستوري جمال عرقوب، أيضا رحمة ريليف فاونديشن، إمام شادي ضازة، و Dreamy Children's School New Concept Product and Design، وأشكر أيضا كل من ساهم في إدخال فرحة بسيطة جدا على قلوب عوائلنا، حيث يعني ستكون لنا مشاركة بسيطة جدا تعبيرية برعاة متميزين، مشاركة لنا من خلال هذا البرنامج. بعد الفصل نرحب بضيوفنا في الاستوديو، خليكم معنا لا تذهبوا بعيدا، لدينا ما نتحاور به وما نعزز به هذه القيم الجميلة في مناسبة عظيمة ميلاد السيد المسيح. سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير امريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموت كنا سوا. منتجات زياد، من عائلتنا الى عائلتكم، افضل المنتجات الغذائيه على الاطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو، تيكا، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات.
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. تابعوا فقرة الطب البديل وبرعاية متميزة من محمصة ديربون جمال عرقوب في الخميس الثاني من كل شهر في تمام الساعة الثامنة والثلث صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. للاستعلام حول المواضيع المطروحة يرجى الاتصال على 313-584-7700. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذا لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضا وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170. Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. طبعا برفقتنا عوائل وصلت مؤخرا إلى أمريكا هربا من العنف وأملا في مستقبل جديد، نحاول أن ندخل البسمة والفرحة عليها في مثل هذا اليوم. مرحب فيك سيدتي، صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك ومرحبا عبر أثير صوت العرب من أمريكا. أهلا وسهلا. عارفين على حالك، تفضلي. اسمك؟ جنبة يوسف. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. حضرتك وصلتي مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ظروف معينة دفعتك للحضور إلى أمريكا. شو هلا أنت كيف شايفة المجتمع الجديد؟ كيف شايفة حضورك؟ كيف شايفة تفاعل الجالية؟ هل في مساعدة؟ هل في ترحيب؟ هل في محاولة لإدماجكم بالمجتمع الجديد؟ البداية يعني كان مليح، يعني وراء فترة يعني كل شيء منه ما يهتمون كثير في هذه الشغلات، يعني مجرد انه جابونا انه لازم يهتمون بشغلات كثيرة، امور كثيرة، فهم بداية جابونا اوكي، بس بعدين انه ظروف اللي صارت انه تركوا كل شيء. يعني انت كلاجئة اتيتي الى الولايات المتحدة الامريكية من قبل طبعا الحكومة الامريكية ومن قبل الامم المتحدة، عند وصولكم الى الولايات المتحدة الامريكية يعني تركوكم، ليس هناك فولو اب، لا في هناك يعني محاولة ادماجكم في المجتمع الجديد او مساعدة من قبل مثلا المجتمع الجالية العربية. كيف هي تفاعل الجالية العربية بشفافية؟ انا هل لقيتوا انتوا ترحيب ومساعدة؟ طبعا غير العزيزة نهلة اللي معنا بتحاول انه تخفف قدر المستطاع من معاناة بعض العوائل بصراحة وبشفافية. نحن نتحدث، نحن نتحاور، نحن نسلط الضوء عزيزتي. يلي بنفسك، يلي بصدق وبصراحة، شاركي جالية شعورك. اوكي. انه فترة انه يعني ورا 9 شهر انه قطعوا الكاش علينا. نعم. راجعنا عملنا اوراق، يقولون كل مرة عملوا اوراق نمليها وننطيها وماكو شيء، قالوا داومي مدرسة، داومت مدرسة يرجعون الكاش، ورا ما داومت المدرسة هم ماكو كل شيء، ما في مساعدة. نعم. ما في فترة قطعوا حتى شغل. نعم. ما عدنا. نعم. ما عدنا لا سيارة لا شيء، ما عدنا اشتغلوا، وين نشتغل غير يكون عدنا سيارة يكون شغلة مليحة، لغة ما نعرف، كهرب جانا بعثناه على الولفر دي يدفعوه، ما دفعوه، ورا 15 يوم قطع الكهرب ما دافعيها.
للأسف هذه مشكلة يعاني منها معظم اللاجئين والوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك متابعة، مجرد أنه يعني برأي ربما الحكومات أن يكفي على اللاجئ أنه خلصهم من العنف وربما وجابهم لأمريكا، هذه بحد ذاتها. لكن هل من متابعة، هل من مساندة من قبل الجالية؟ سيدتي أتعرف عليك لو سمحتي. مارلين ممكن تفضلي. مارلين صباح الخير، تفضلي. أهلا وسهلا فيك. لماذا هذا الحزن مارلين؟ يعني أراك منذ صباح لم تبتسمي ولا مرة واحدة، هل سيطر اليأس عليك لهذه الدرجة؟ لماذا مارلين؟ الحياة جميلة والمستقبل أمامكم وأنتم مرحب بكم بين أهلكم بين مجتمعكم العربي الجديد، لم تلقي هذا الترحيب بصراحة؟ حدثيني، تفضلي. لو سمحت تقربي الميكروفون، تفضلي مارلين، نستمع إليك بشفافية. والآن معنا أيضا ضيف عزيز جدا من واشنطن، الإمام بشار عرفات، سنحاوره بعد قليل ونستمع إلى تعليقه ومداخلته الهامة. لكن أود أن نستمع إلى وجعك أولا. أنت اليوم معي تشاركينني هذه الاحتفالية، ونحاول أن نخفف من خلال برنامجنا عنكم أنتم العوائل التي وصلت حديثا. ماذا تشعرين؟ هل تحسين أنك مهملة ربما من جالية أولا؟ يعني هل هناك ليس هناك اهتمام؟ حدثينا، أود أن نستمع. نحن جينا هاي بأربعين يوم وصلنا لأمريكا، يعني ما شفنا شيء يعني ساعدونا، قطعوا علينا كل شيء خلال أربعين يوم. نعم، يعني حتى الإيجار أو مساعدات، يعني أي شيء ما شفنا منه. سألنا وقلنا لهم يعني ليش، قالوا على مود داومون مدرسة، فإذا زوجي داوم مدرسة وملف باسمه شلون ندفع إيجار ومعيشة؟ يعني حيل صعب. طيب أنا بعرف أنه بيعطوكم فرصة 8 أشهر على الأقل حتى تتأقلموا، ليش؟ طيب هل توجهتي بسؤال إلى الحكومة الفيدرالية؟ من أتى بكم إلى أمريكا؟ هو الولفار، رحنا عليهم وسألنا قالوا ما يصير. طب قيادات الجالية، المدرسة، قيادات الجالية هل تفاعلت مع الوافدين الجدد؟ يعني هل هناك الكثير من الجمعيات، هناك العديد من النشطاء، أين هم؟ ممن نسمع في تبرعات ونسمع في دائما يعني من أجل مساعدة اللاجئين، من أجل مساعدة اللاجئين، أين هم نشطاء الجالية وقياداته؟ نحن مسمعنا كانكم مساعدات، من نسأل ونروح ماكو، وملف باسم زوجي، قلت يعني حاولونه باسمي. نعم، ما قبلوا طبعا. مارلين سنستمر معك، لكن أرجوك ابتسمي. صباح الفل لك وصباح الفل لك عزيزتي. البسمة هي بداية حل، وإن شاء الله من خلال برنامجنا، من خلال ما نحاول تسليط الضوء عليه، ستكون هناك حلول، سيكون هناك تفاعل، هناك العديد من الأيادي الخيرة. هدفي من هذا البرنامج أن نكون كجالية متحدين مسلمينها ومسيحيها من أجل مساعدة العوائل في اندماجهم، المعاناة في الداخل والخارج. صدقيني ليس فقط في الخارج يعانون، ولكن أيضا سمعت إلى العديد من هذه الحالات. أرحب بالإمام محمد بشار عرفات، رئيس مجلس الشؤون الإسلامية لولاية ميريلاند، مؤسس ورئيس مؤسسة تبادل وتعاون الحضارات، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة نوتردام في ولاية ميريلاند، ومستشار الشؤون الدينية والثقافية تحديدا لبرنامج اليس للتبادل الثقافي في وزارة الخارجية الأمريكية. إمام بشار، بلا مقدمات، استمعت إلى أنين بعض العوائل التي وصلت إلى أمريكا، ما هو تعليقك؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على استضافتك إلي في هذا البرنامج، وتخليني أسمع يعني بعض هذه الشكاوى التي تحز في قلب كل إنسان بغض النظر عن أنه مسلم ولا مسيحي ولا أيا كان دينه. هذا واجبنا نحن كجالية نعيش في أمريكا، أن نفتح يعني أبوابنا وصدورنا لإخواننا وأخواتنا وأولادنا يلي هاجروا، وخاصة في هذه الأيام وهذه الأحداث. يعني والله شيء مؤسف ومحزن أنه أحيانا يعني بتشوفي في الجالية في بعض النشاطات يدفع لها يعني ألوف دولارات،
برامج مثل هذه لإيواء المهاجرين أو مساعدة أخواننا وأخواتنا لا تجد لها التمويل المناسب، يعني يعجز الإنسان عن الكلام والله. يعني مشكلة بحد ذاتها، يعني ليس فقط مسؤوليتك أن تأتي باللاجئ أو المهاجر إلى وطنه الجديد، لكن أين هي المتابعة؟ أين هي القيادات التي يجب أن تتفاعل مع هؤلاء العوائل؟ يعني نحن نسلط الضوء على ما يحدث في الخارج والداخل إمام بشار، يعني هذه يعني شريحة بسيطة. أنا أتعامل مع العديد من الصرخات والأنات على مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما يحدث في الخارج هذا شأن آخر. يعني نستمع إلى كل يوم هناك فعالية، كل يوم هناك حضور لقيادات الجالية وجمع تبرعات. أين هذه، أين يعني خليني أكون شفافة إمام بشار، أين هذه التبرعات؟ يعني الآن استمعنا إلى فقط سيدتين معي في الاستوديو، والله أنا تأتيني استغاثات كل يوم من كل أنحاء أمريكا، لا نستطيع أن نفعل لها شيء بسبب بعض الجمعيات، ترخيصها فقط موجه للداخل. طيب أين دور الجالية في الداخل أيضا؟ ماذا تفعل الحكومة عندما تأتي بهؤلاء المهاجرين وتتخلى عنهم وخلص دبروا حالكم؟ يعني بالمختصر المفيد. يعني أنا هذا اللي أقول، أنه في يعني واجب على الحكومة كحكومة، لكن أيضا في علينا نحن واجب كجالية، وبالأخص يعني اللي منسمي حالنا مسلمين ومسيحيين، لازم نحن مساجدنا وكنائسنا ورجال الدين المسيحي والمسلمين أيضا أن يتعاونوا، ليس من أجل مساعدة مادية وفقط والتي هي مهمة جدا، ولكن أيضا للاستماع يعني هموم هؤلاء الذين يعتبروا الآن ضيوف يعني علينا، وقريبا هم مواطنين مثل غيرهم، لكن أيضا يحملون كثير من المشاهد اللي رأوها والمعاناة التي عانوها، سواء من معاملة بعض المسلمين لهم أو المسيحيين. هذه أيضا قضية أخرى أنا أريد أن أثيرها، ليس فقط القضية المادية ولكن أيضا القضايا النفسية التي يعني قد تخلق ترسبات من حقد، من عداوة، من بغض. هذا كمان يجب أن ننتبه له كقيادات دينية إسلامية ومسيحية، أن نتكلم عن هذه الأمور أيضا بالإضافة إلى المساعدة المادية. إمام بشار، يعني في هذه المناسبة نحن اليوم نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، هذه المناسبة التي يجب أن تجمع القلوب وتعلي من قيم المحبة والتسامح قولا وفعلا. كيف نرسم هذه البسمة على شفاه الملايين وعلى على على وجه مارلين التي يعني يحز في نفسي أن أرى ابتسامتها غائبة عن وجهها، ونحن يعني ما زلنا نبتدئ ساعات الصباح الأولى. يعني أنا بالنسبة لي مثلا كإمام، لما أقرأ في القرآن كيف أن الله سبحانه وتعالى أعلى من شأن السيد المسيح وذكره في القرآن مرات ومرات، بغض النظر في هذه الأيام يعني عن توقيت ميلاد السيد المسيح، لكن نحن نتكلم عن الميلاد بحد ذاته الذي ذكره الله يعني باحتفال ملائكي. مثلا لما تقرأي في سورة آل عمران عن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإلى ما شابهها من الآيات. فهذا واجب علي أنا بالنسبة لي كمسلم أن أكون مثال بالتواصل مع إخواني المسيحيين وأخواتي وعائلاتهم، وخاصة في مثل هذه الظروف، وأيضا هذه الأيام اللي هي أيام أعياد. يعني مثلا أنا بالنسبة إلي في رمضان، في الأعياد، في عيد الأضحى، أحب أن يكون هناك إدخال سرور على قلوب الناس والأطفال، فأيضا يجب أن يكون عندي نفس الشعور
بالنسبة لإخواني وأخواتي المسيحيين، فهذه يعني فرصة وواجب علينا جميعا أن نكون خير عون لبعضنا البعض. يعني طبعا كما تحدثت إلى من قبلك سيادة الأب أنطوان أدميان ووجه رسالة جميلة جدا، أود أن أستمع إلى رسالتك إمام بشار. أيضا هناك أكثر من 2 مليون طفل عراقي وأكثر من 2 مليون طفل سوري مشردين، كيف نصف حالهم في مناسبة كهذا؟ كيف يمكن لنا أن نساعد فعليا؟ نحن الآن نتحاور، نتحدث، نتشارك الآراء، كيف يمكن لنا أن يجود أن يكون لنا بداية انطلاقة من هذه البلد التي جمعتنا كمهاجرين من أصول مختلفة، من عرقيات مختلفة، من 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 أديان مختلفة؟ يعني لا، يجب أن يكون لنا دور، لا أحد لا يستطيع أن يساهم بمبلغ بسيط. والله أقولها صادقة لك، لو تم توفير دولار واحد من كل شخص لن يبقى هناك محتاج، صدقني. دولار واحد، أنا أتحدث ليس فقط على مستوى أمريكا ولكن على مستوى العالم، لو أردنا أن نساعد ستكون هناك مساعدات. ما هو رأيك في هذا المجال إمام بشار، وكيف تواجه؟ يعني أنا أريد أن أضيف صوتي إلى صوت يعني إخواني الأب أنتوين وتيميان، وأيضا أقول أنه واجب اليوم علينا كأئمة وكقساوسة ممثلين عن الإسلام والمسيحية أن يكون هناك تعاون مشترك وتواصل من أجل بعضنا البعض، لأنه كما قلت يعني القرآن يأمرني أن أتواصل مع إخواني في السراء، فكيف في الضراء؟ فكيف في مثل هذه الأيام؟ لذلك أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى الذي ما عبد بأفضل من جبر الخواطر وما عبد بأفضل من إدخال السرور على قلب عباده بغض النظر عن دينهم، هذا واجبي أنا، وألوم نفسي أن أرى ما يحدث للمهاجرين سواء في أمريكا أو في أوروبا. أتيت يعني من فترة قريبة أيضا من إيطاليا، كان في عندنا برنامج، يعني أيضا أحوال المهاجرين هناك من العراق ومن سوريا في أوروبا بشكل عام، هذه أصبحت يعني مشكلة حقيقية، وعلينا أن نطرق هذه المشكلة أيضا من منطلق الواجب الديني الإسلامي المسيحي، وأن يكون هناك تعاون وليس فقط يعني موضوع الحوار والكلام، ولكن أيضا على أرض الواقع لمعونة هؤلاء اللي اليوم أصبح جزء من عبادتنا لله سبحانه وتعالى أن يكون شيء عملي. يعني الاحتفال ليس فقط بشراء الهدايا، العيد، العيد هو فرحة للجميع، إدخال الفرحة للجميع، ليس فقط المظاهر فقط، إن كان في أعيادنا كمسلمين أو كمسيحيين. العيد هو أن تدخل بسمة على شفاه أطفال يعانون بصمت، هناك أسر متعففة لا تطلب يا سيدي الكريم. يعني نحن من طلبنا، نحن من تواصلنا مع السيدات الفاضلات معنا أن يزورنا الاستوديو، أن يتحدثنا إلى الجالية العربية والأمريكية، هناك أناس تعاني بصمت. هذا العيد يجب أن يكون مناسبة لتحريك المشاعر، للتفاعل، ليس فقط أن نشتري وأن نضع شجرة العيد، أو إن كان في أعيادنا كمسلمين أو كمسيحيين أو أي يعني ما تجمعنا إنسانيتنا. إمام بشار، كلمة أخيرة لو سمحت في هذا المجال. لذلك أنا أقول بأنه يعني أنا لا أريد أن يكون هذا العمل عمل الخير والتواصل فقط في هذه المناسبة أيام الأعياد، ولكن يجب أن يكون كل يوم يوم عيد، كل يوم أنا أدخل فيه السرور على قلوب هؤلاء الأطفال وأسرهم، هذا عيد بالنسبة لي، لأن الله سبحانه وتعالى يسر من هذا العمل، والعبادة يجب أن تكون بالعمل وليس فقط بالقول والطقوس. أنا لما أصلي وأصوم هذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لما أدخل السرور على قلب عباده، يعني الله لما يقول لي في القرآن وقولوا للناس حسنة، يعني أي إنسان أنت مأمور أن تقول له
الشيء الحسن. أنت مأمور وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني الله يبدأ بأنه أحسن منها، هذا بالقول، فما بالك في العمل. لذلك يجب علينا يعني أن نؤكد على صلتنا بالله عز وجل من خلال العمل وليس فقط من خلال القول. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يكون هناك عمل مشترك بين المسلمين والمسيحيين من أجل مساعدة إخواننا وأخواتنا وأولادهم وأولادنا. أشكرك الإمام محمد بشار عرفات رئيس مجلس الشؤون الإسلامية في ولاية ماريلاند، مداخلة متميزة، ونعد باستكمال حوارنا معك إن شاء الله في مواضيع أخرى سنتطرق إليها يجب أن يسلط عليها الضوء. أشكرك سيدي الكريم، ومنقول كل عام ونحن بألف خير بمناسبة ميلاد السيد المسيح. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا. نأخذ فاصل ونعود للعزيزة نهلة. نحاورك نهلة، ما هي الصعوبات؟ كيف هي صعوبة عملك، وكيف برأيك ممكن لنا أن يكون لنا مساهمة أكبر في تخفيف معاناة العوائل التي وصلت تحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ بعد الفاصل نتابع. سوا على الهواء، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. تابعوا فقرة الطب البديل وبرعاية متميزة من محمصة ديربون جمال عرقوب في الخميس الثاني من كل شهر في تمام الساعة الثامنة والثلث صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. للاستعلام حول المواضيع المطروحة يرجى الاتصال على 313-584-7700. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجل، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. شكر خاص لمحمصة ديربون على مشاركتها العيد ورعاية برنامجنا وتقديم هدايا نقدية إلى بعض العوائل التي نحاول أن نخفف عنها، يعني نرسم البهجة على شفاه أطفالها. شكرا لمؤسسة رحمة للإغاثة إمام شادي ضازة، وأيضا نشكر NJ دايمن، وأيضا هناك مداخلة أعتقد من أيبن. صباح الخير. ألو. صباح الخير. أستاذ ليلى. صباح النور عيني. تفضل. الحقيقة أنا تابعت البرنامج معك بخصوص اللاجئين، وأنا بالنسبة لي ناشط في مجال اللاجئين والقادمين الجدد، وعندنا جروب على الفيسبوك فيه أكثر من 2500 عضو. في اختصار شديد، المشكلة أن اللاجئ من يوصل هنا، المنظمات اللي تستقبله إن كانت اللوثر أو المنظمة الأمريكية الكاثوليكية تتعامل مع اللاجئ وكأنه عبء جاي إلى أمنهم، يجبروه من أول أسبوع أو أسبوعين أنه يبحث عن عمل، يجبروه أنه يكون يحضر محاضراتهم، يجبروه أنه يحضر دوراتهم. طيب كيف هذا اللاجئ الجديد الجاي ما عنده سيارة، ما عنده إمكانية أنه يروح يجي، يدوب أنه عايش على هالمبالغ اللي يقضوها، وفي حال أنه إذا تخلف اللاجئ يوم أو يومين من الدورات أو كذا يتصلون بمنظمة الويلفير اللي هي DHS في سبيل أن يوقفون عليها كل شيء. للأسف المشكلة، للأسف أكيد المشكلة أنه هؤلاء القائمين على هذه المنظمات وخصوصا العرب اللي يشتغلون هم أصلا كانوا لاجئين وأصلا يعرفون شنو المعاناة. أين الخلل؟ الخلل هل هي في المنظمة أم بالتعليمات اللي تجيهم أو بالخلل في حكومة الولاية؟ لا، الخلل في الثقة، في الثقة العمياء في من يعمل في هذا المجال، يعني وعدم اعتراض بعض العارفين العاملين بالشأن العام. يعني لو أن هناك رسائل ترسل أن هذه الجمعيات أيا كانت، هذه إن كانت مسيحية إن كانت، يعني بغض النظر العاملين في هذه الجمعيات ممن يكونون على تواصل مع اللاجئين، للأسف يعني يكون هناك متابعة من قبل بعض النشطاء في الجالية أن ما يقولون به خطأ،
تقييمهم لوضع اللاجئ خطأ. نحن لا نتحدث يا سيدي في العلن، يعني الكل يتحدث خلينا نقول من خلف الستار، لكن هل نفتح هذه المواضيع بشفافية؟ هل يكون لنا حضور؟ يعني من يفتح هذه، عفوا سيدي وأنا أقول لك صادقة، من يفتح هذه المواضيع يفتحون عليه النار، وأنا أؤكد على من يحاول الآن الإساءة لي شخصيا بالتواصل مع داعمي للبرنامج من أجل تشويه سمعتي لأنني أفتح هذه المواضيع. تخيل حضرتك، يعني للأسف. إذا تسمحي لي في يوم من الأيام، أنت ذكرتي نقطة أن قادة الجالية، ما عندنا قادة نحن هنا في الجالية، القادة الموجودين هم قادة أنفسهم ليس إلا، لأنهم مثل ما يقول الناس العراقي لا نفع ولا دفع، نهائيا ما يسوون شيء. اللي استغرب له أنا الحقيقة، اللي يعني مثل ما يقولون يدمي له القلب ويندى له الجبين، عندي قائمة فيما يقارب 30 كنيسة أمريكية، والقائمة موجودة أمامي في أكثر من 50 مكان وبالعناوين وبأرقام التلفونات، يدعمون المحتاجين بالمواد الغذائية وبالأسبوع بالشهر أقل بكل 15 يوم ينطوهم وجبة غذائية كاملة من معلبات إلى التشو إلى الكلينكس إلى غيره إلى غيره. طيب أين الكنائس العربية؟ والله هنا المشكلة، وخلي أقولها بالحرف الواحد، أين الكنائس العراقية؟ طيب نحن فتحنا هذه المواضيع، ما وجهنا احنا حرب، بالعكس فتحنا مواضيع وناشدنا المسؤولين على هذه المنظمات، وناشدنا حتى حكومة الولاية على هذه المنظمات. يا أخي والله والله يا أخي الكريم، وأنا أقول أين هم العرب فيما يحدث في الآن من أطفال مشردين؟ يعني نحن دائما نلوم الأمم المتحدة، لكن ما ليس هناك لوم لأنفسنا، أين نحن من هذا؟ يعني أين العرب إن كانوا كجالية عربية أمريكية، إن كانوا في الخارج، أين هم مما يحدث؟ يعني أكثر من 2,000,000 طفل سوري يعني ظهرت الأمراض الآن عليهم بلا ماء للشرب، مهجرين من العراق، أين دورنا إحنا كعرب؟ أين نحن مما يحدث؟ لماذا نلوم يعني عفوا المؤسسات الغربية ولا نلوم أنفسنا أولا على ما يحدث؟ كل يوم تبرعات. نعم هاي بالنسبة لموضوع التبرعات، يعني هذا الموضوع أصبح مثل يقول أضحوكة، يعني صدقيني وأنا أقولها وبكل ثقة بالنفس، أصبح موضوع أضحوكة، لأن أنا أجمع التبرعات إلى اللاجئين أو النازحين اللي صارت قبل 6 أشهر في العراق، أو إلى اللاجئين السوريين أو إلى غيره، لكن هل هذا راح يسوي شيء؟ بالتأكيد ما يقدر يسوي 1% من المعاناة اللي بيعانوها. مشكلتنا احنا هنا، هل المشكله سيدي الكريم يعني باقي من الوقت دقيقتين. نعم. يعني هذه السيده عفوا لك، اعود لنفتح في راس السنه، افتح هذا الموضوع واتشارك معكم، وسابقى يعني يجب ان يكون هناك حل. انا اقترح دولار واحد ينقذ طفل، ينقذ عائله، وانا مسؤوله عن كلامي، لكن اذا صرف في مكانه الصحيح وفي موضوعه الصحيح. اشكر لك المداخله واتمنى ان تتواصل معي سيدي، رقمي 313-570-2206. يعني هذه السيده باقي من الوقت دقيقه، يعني قطعت الكهرباء عليها لاكثر من 15 يوم، يعني من يحس بها وبغيرها من العوائل التي وصلت؟ مارلين تقول 40 يوم يعني لا توجد لديهم اي مدخول، كيف تعيش هذه العائلة؟ نهلة تقول يعني لا يوجد هناك تفاعل حقيقي، يمكن حتى التبرعات اللي بتوصل لك، يعني بعض الأشياء للأسف، يعني من الملابس بالية جدا لا تليق بالعوائل للأسف. ماذا يحدث؟ كيف يمكن لنا أن يكون لنا تفاعل في هذه المناسبات؟ طبعا حاولنا أن نطرح ونسلط هذا الضوء في عيد ميلاد السيد المسيح، هذه المناسبة الرائعة التي تجمع القلوب وتعلي من قيم المحبة والتسامح. أشكرك نهلة جدا 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 على حضورك، وأشكر السيدة مارلين والسيدة جنبة، يا أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وأنتم كرامتكم محفوظة وكرامتكم من كرامتنا نحن في الجالية العربية والأمريكية. نتمنى ممن يستمع
أن تكون هذه المناسبات رحمة حقيقية، أن تفكروا خارج إطار الهدية ولفة الهدية والشجرة والزينة، فكروا بمن يعانون بصمت. هذه رسالتي إليكم في نهاية البرنامج، نعود لنلتقيكم في بداية في أخير أسبوع قبل بداية العام. كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير وميلاد مجيد للجميع. آمين. باي باي.